مشاهدي صدى البلد، برحب بحضراتكم. بالتأكيد دور كبير بتريه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الشباب والرياضة. عشان كده النهاردة كانت في جولة في غاية الأهمية لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة بعدد من المراكز والأندية بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة اللي بتقدم للشباب والسادة المواطنين، وأيضا توجيه الدعم المستمر لكل الرياضيين، وأيضا تطوير الملاعب اللي بتقدم الرياضات المختلفة. تعالوا مع بعض نشوف الحلقة النهاردة والجولة اللي شملت حاجات كتيرة جدا جدا هتفيد الشباب تحديدا رياضيا. برحب معالي الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، برحب بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك. اتكلمنا عن جوله معاليك النهارده في محافظه الجيزه، وايضا الدعم الكبير اللي قامت بيه الوزاره مؤخرا في دعم كافه الابنيه والانشطه في كافه المجالات الرياضيه. انا النهارده ومرافقه طبعا معالي الوزير سياده اللواء احمد راشد محافظ الجيزه في جوله كبيره من الصبح، يعني انهيت في الفتره الحاليه يعني مع نادي حدائق الاهرام، وتتبع الحاجات اللي دايما النادي حابب يفاجئنا بيها في افتتاحات دايما وخططه اللي موجوده، لان هو النادي في كثافه سكانيه كبيره جدا، ومهم جدا ان يعني نلاقي في الموقع الجغرافي المهم جدا وبشكله الحضاري التطورات اللي موجوده. فشكرا لمجلس الاداره وبنبارك لهم. يعني في اطار طبعا جوله معالي وزير الشباب والرياضه بعدد من المناطق في محافظه الجيزه، منها نادي حدائق الاهرام لدعم الانشطه الرياضيه بمختلف انواعها حرصا على مشاركه الشباب بيها. يمكن دلوقتي لقائنا مع المهندس محمد نافع رئيس مجلس اداره نادي حدائق الاهرام اللي افتتح فيه معالي الوزير عدد من الانشطه. برحب بيك يا باشمهندس، تحياتي لحضرتك. اتكلمنا عن جوله معالي الوزير النهارده، اهم الافتتاحات ودور هذه الافتتاحات في تقديم الدعم الرياضي للشباب المصري. في البدايه برحب بحضراتكم وبقول لكم اهلا وسهلا، نورتونا. النهارده معالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي ومعالي اللواء احمد راشد محافظ الجيزه نورونا وشرفونا طبعا، وافتتحوا حوالي 12 حاجه جديده النهارده، رغم ان هم كانوا عندنا هنا من سنه. في ظرف السنه دي احنا في 12 حاجه جديده اتعملت، يمكن ابرزها حديقه طيبه وجداريه مصر عبر العصور اللي بتحكي تاريخ مصر من اول ما ربنا انشا مصر حتى اليوم، حتى التاريخ المعاصر. ابتديناها بادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ونهيناها وسيبقى اهلها في رباط الى يوم الدين ان شاء الله. دي بتحكي تاريخ مصر، عشان ولادنا لما يبصوا على الجداريه دي يعرفوا ان احنا ولاد اعظم بلد في العالم. الجداريه دي 140 متر في ارتفاع 4 متر، كان مهم قوي ان احنا نعملها، واعتقد ان احنا النادي الوحيد اللي في مصر اللي احنا عاملينه الجداريه دي. تاني يا فندم من الافتتاحات ودورها في تقديم هذه الانشطه للدعم للشباب المصري. كان في افتتاح تجديد المبنى الاجتماعي اللي خلفنا دلوقتي، كان صاله الرمايه، قاعه رمايه، لان احنا بقينا نادي من ضمن 19 نادي في مصر عنده نشاط الرمايه وعضو اتحاد رمايه. مع الوزير حارس كمان ان هو يشارك في هذا النشاط، يضرب نار هو وسياده الوزير وسياده المحافظ، وطبعا جابوا في السواد على طول ما فيش هزار. طبعا قاعه كليوباترا، روف حمام السباحه، اتنين كيدز اريا، ملعب الكره القدم بعد ما اتجدد الحداشرات، في حاجات كتيره قوي كان النهارده الحمد لله الافتتاحات. والناس الحقيقه يعني معالي الوزراء مشوا مبسوطين قوي النهارده الحمد لله. ده فضل الدور اللي بتؤديه الدوله المصريه وبتليه اهتمام كبير جدا لدعم الانشطه الرياضيه سواء مراكز شباب او انديه لتقديم فعلا انشطه تقدر تؤكد ان الشباب المصري قادر على التميز في كافه يعني مختلف الرياضات. طبعا الدوله هدفها الاساسي ان الشباب يبقوا احسن ناس، فهي بتدعم جميع الانديه وجميع مراكز الشباب. وطبعا بخص بالذكر الدكتور اشرف صبحي، الحقيقه لن يتوانى عن اي حاجه بنطلبها بيدعمنا، وسياده المحافظ اللي هو احمد راشد طبعا بوجه لهم الشكر على دعمنا الدائم، طبعا توجيهات معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول للشباب وبحرص ان انا اقول للشباب، خافوا على بلدكم، خلي عندك انتماء للبلد اللي انت فيها، انت ابن اعظم حضاره في العالم، ابن اعظم بلد، خاف على بلدك. والرسالة التانية اللي برضو بقولها وبحرص أقولها في كل كلمة، ارضي أبوك وأمك، هم دول مفتاح نجاحك. الله يخلي حياة الحاسم، نورت وشرفت يا فندم. مشاهدينا مع المهندس صلاح سعد مدير عام نادي حدائق الأهرام، برحب بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك.
وخلينا نتكلم عن الدور الكبير بتوري الدولة المصرية في الاهتمام من الشباب. ويمكن النهاردة معالي وزير الشباب والرياضة كان بيفتتح عدد من المنشآت الرياضية في محافظة الجيزة، ومنها يمكن عدد من الأنشطة هنا داخل نادي حدائق الأهرام. شايف هذا الدور إزاي وانعكاسه على الشباب المصري الرياضي؟ بداية برحب بحضرتك طبعا وبقناة صدى البلد العملاقة، يعني أنا لازم أقول كده يعني. وفي نفس الوقت ساعدنا اليوم وساعد النادي كله بأعضائه بالإدارة التنفيذية بمجلس إدارته بزيارة السيد الوزير وزيارة السيد المحافظ، لأنها يعني كانت برضو بعد غيبة لكن جت في وقت الحقيقة كان بذل جهد كبير جدا 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 في جميع النواحي الرياضية بالنادي الحقيقة، وده أنا بعتبره الحقيقة امتداد للاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتربية الشباب والمنشآت الرياضية. وعن قريب جدا كنا بنتفرج على النادي أظن اسمه نادي النادي، وكان منشأ كبير جدا، وشفنا السعادة في عينين سيادة الرئيس بالمنشآت الرياضية. فده نهج جديد ونهج جميل، وده اللي لازم هيكون داعم للشباب في الفترة اللي جاية. لقانا الآن مع اثنين من أبطال الجمهورية اللي بيشرفوا مصر في المحافل الدولية بعدد من الرياضات، منها رياضة الرماية ورياضة السباحة. برحب بيك محمود هاني. الرياضة اللي انت بتمارسها الرماية تارجت سبرنت. قولي بقى الميداليات اللي انت واخدها ديت ودورك يا فندم. كنت واخد ميدالية فضة في الجمهورية التارجت سبرنت، وبعد كده خدت ميدالية دهب التارجت سبرنت برضه في الجمهورية اللي بعديها. والحمد لله لعبت بطولة العالم وجبت 8 على العالم تحت 21 سنة رماية، وميداليات الجمهورية تحت 16 سنة. شرف بيك محمد هاني. محمد ايه الرياضة اللي بتمارسها؟ سباحة. كلمني بقى عن البطولات اللي انت اخدتها وشايف الدعم الكبير بتريد الدولة المصرية للشباب في ممارسة الرياضة المختلفة. مبدئيا انا كنت اخد الاول على الجمهورية واحسن ناشئ في افريقيا، جايب 11 ميدالية، 7 فردي و 6 فردي و 5 تتابع. لا يعني اتطورنا كتير قوي في السباحة، في دعم كبير من الاتحاد او من النوادي، بقينا يعني احنا زمان كان قليل اللي بيطلع بطولات افريقيا، دلوقتي بقينا عدد كبير وبقينا بنعمل مراكز كويسه قوي. يعني احنا اخذنا الاول على تاني على الولاد والاول على البنات في الناشئين، واحسن دوله كمجمل في الافريقيه. بالتوفيق يا شباب. شكرا.